وسط الملعب، وصلت الى جوزيف جوناثان نجوين من الجانب الايسر، يلعب الكرة عند بوبو، يلعب الكرة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد باسم علي، باسم علي ولكن راية مرفوعة وتسلل، لكن يا ولد يا بوبو لعب الكرة البينية حلوة وتحرك له روعة قوي باسم علي. لسه بقول لك الخبرة بتفرق، ومن أحسن الإضافات في نادي فيوتشر. وأدي الكرة اللي اتلعبت، ويا ولد يا باسم يا علي، شوف باسم علي جه في الناحية الشمال، لكن يا جماعة محمد رضا بوبو يتدرس، محمد رضا بوبو يتدرس في اللقطه اللي فاتت بالكوره البينيه الروعه. هو اصلا شاب باسم علي في ثانيه لعب له الكوره وحركها، اترفعت الرايه، لكن هنشوف قرار الحكم ايه. شوف هنا بقى كره محمود سيد اللي بالعرض الكريم بامبو، لكن ما جاتش على رجله واتقطعت بعد كده. لكن جيب لي باص بوبو يا مخرج، جيب لي باص بوبو يا مخرج، وتحرك باسم علي يا مخرج. ايه اللي جاب باسم علي في ناحيه الجناح الشمال؟ انا مش عارف، لكن اهو جه وسجل الهدف الاول، وبالفعل هدف اول. هو باسم علي الظهير الايمن هو اللي سجل الهدف الاول لمصلحه فيوتشر في الدقيقه 23. 1-0 1-0. 80% من الهدف ده الباصه بتاعت بوبو. يا ولد يا ولد، شوف شوف بوبو، شوف بوبو يعني بيلعب جناح ايسر، لكن بقدمه اليمنى يمتلك حلول روعه، ولعب الكره البينيه بهدف جميل من بوبو. 80% الباص بتاع الهدف من بوبو، والصراحه باسم علي حطها صح بامتياز. شوف هنا، شوف هنا باسم بيقول له العبها لي، وبص هنا الذكاء في ظل الغياب اللي موجود من دفاع البنك الاهلي، لكن باسم اتصرف فيها 10 على 10. لكن يا ولد يا بوبو، اللعيب اللي يبقى مشغل دماغه قبل نظرات عينيه في الملعب ده لعيب ما بيتكررش كتير. بوبو ما شاء الله من نوعية هذه اللعيبة، من نوعية اللعيبة دي بالتحديد بوبو. يا ولد يا باسم يا علي، لا يسأل عنها أحمد صبحي، 1-0 لا شيء البنك الأهلي. زعزع على يمينه، لعب الكرة لزعزع، زعزع زعزع مع الكرة، وهنا التدخل من العش، وفي النهاية يمسكها حارس المرمى أحمد صبحي. هنا بيطالب زعزع بركلة جزاء، لكن الحكم بيقول له العب. هنا محمد هلال عدى، وهنا بقى في صفارة، خطأ من كريم نيدفيد، وضربة حرة لمصلحة نادي البنك الأهلي. شوف هنا علي زعزع اللي كان بيطالب بخطأ في اللقطة اللي فاتت وبركلة جزاء لصالحه. شوف هنا الكرة البينية اللي اتلعبت له، وهنا زعزع يعني هو يعني اتأخر في القرار بتاعه، لكن العش على طول ضغط عليه. حكم انا سامعه اهو بيقول لهم هشوف الفار، لكن هنا علي زعزع. ونشوف هنا الكابتن محمد الحنفي بيحتسب الخطأ لمصلحة نادي البنك الاهلي في وسط الملعب، وسلامات سلامات في لعيب واقع على أرضية الملعب من أول مرة، يعني زي ما بيقولوا كده لمحت علي زعزع وهو بيلعب في صفوف الجونة، وهو لسه طالع يعني لعيب عنده 20 سنة. شوف هنا الكرة ما بين كريم نيدفيد وما بين محمد هلال، يعني وهو مشروع لعيب هيبقى له شأن في الأيام القادمة، لسه صغير، لسه بدري طبعا على الكلام ده، لكن هو بيخطو خطى ثابته واصبح من اللعيبه المفضله عند علي ماهر اللي بيبدا بيه اغلب المباريات اللي بيلعبها معاه هذا الموسم. واعاده للكوره اللي ما بين زعزع وما بين العش، هاي الكوره والتدخل، هنشوف بينتظر قرار الفار الكابتن محمد الحنفي هيقول ايه، هيقول ايه الكابتن محمد الحنفي. واشوف هنا بقى في كلام من على الدكه، والكوره الى خطا من نصيب البنك الاهلي في وسط الملعب، لكن هو لازال ينتظر قرار الفار. رايح يشوفها في الفار الكابتن محمد الحنفي، رايح يشوف اللقطه في الفار الكابتن محمد الحنفي، هيبقى قراره فيها ايه هنشوف. يعني كلها لحظات ونشوف القرار بتاعه. طبعا النهارده الحالات التحكيميه في الاستوديو معانا النهارده الكابتن سمير محمود عثمان بالمناسبه، يعني هو اللي يقدر يعلق لنا على اللقطه دي ويقول لنا ما هو الـ 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 القرار بتاعها. وهنا هنشوف الكوره، هنا علي زعزع اللي كان بيحاول، وهنا التدخل اللي موجود من جانب العش، هنشوف هيقول ايه حكم المباراه دلوقتي كابتن محمد الحنفي اللي راح يشوف الفار.
يقول له عيدها لي من نفس الزاوية، يقول له ارجع لي من الزاوية الثانية. الكورة اللي ما بين العش وما بين علي زعزع، واللي كان سقط فيها على أرضية الملعب. سلامات لعلي زعزع، قام سليم، وبعد كده كانت الكورة فيها خطأ في أرض الملعب. هو علي عمال بيتكلم بيقول واخد رجل الشمال، والله هيقول ايه بقى الحنفي؟ الحنفي هيقول ايه؟ هيصفر الحنفي بعد العودة للفار. بيقول ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر، ركلة جزاء لمصلحة فيوتشر في أرضية الملعب. الكرة اللي كانت ما بين زعزع وما بين العش، وزعزع كده بيضحك للكابتن علي ماهر بيقول له ما خلاص بقى بما معناه. شوف هنا الكابتن علي ماهر عايز يقول له العبها بسرعة. وشوف هنا بقى الكابتن علي ماهر يعني سعيد بعد احتساب ركلة الجزاء لمصلحة نادي فيوتشر. ركلة جزاء مروان محسن في مواجهة أحمد صبحي، مروان وصبحي، وترقب في أرضية الملعب بعد أن عاد إلى الفار محمد الحنفي واحتسب ركلة جزاء لمصلحة نادي البنك، لنادي مصلحة نادي فيوتشر على البنك الأهلي. صبحي ومروان، ومروان وصبحي، هنشوفها تتنفذ ازاي. وهنا الكرة اهو، مروان محسن بيركز واخد قرار في زاوية، بيبحث عن هدف دلوقتي. مروان محسن بمعنى اصح بيدور عن هدفه الرابع عشان يتساوى مع بوبو. وركلة جزاء هنشوفها تتنفذ ازاي. مروان في مواجهة احمد صبحي، هتتنفذ ازاي على الارض عالية في الزاوية اليمين في الزاوية الشمال. مروان وصبحي، صبحي ومروان، ومروان يا ولد في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى يسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي فيوتشر في الدقيقة 44. فيوتشر يتقدم بالهدف الثاني من علامة الجزاء 2-0 2-0. كورة كانت ما بين علي زعزع وما بين يعني العش، واللي كان تدخل فيها العش من امام علي زعزع وحكم المباراة للعب. بعد كده ناداله الفار احتسب ركلة جزاء. مروان محسن يسجل رابع اهدافه ويسجل تاني اهداف فيوتشر في مباراة اليوم. 2 فيوتشر لا شيء البنك الاهلي. قلت لكم قبل المباراة لو تتذكروا ان احنا هنشوف مباراة حافلة بالاهداف. غادر فيما بين شوطي اللقاء، وهنا الكرة من غنام يا ولد، هنا اللمسة والمحاولة ما بينه وما بين عبد الكبير، لكن يصفر الحنفي بخطأ ضربة حرة لمصلحة نادي فيوتشر. خطأ ضربة حرة لصالح نادي فيوتشر. اهي الكرة وهو التدخل، وهنا الضغط اللي كان موجود بقوة، والخطأ والضربة الحرة لمصلحة نادي فيوتشر. شوف هنا الوان والتو، وهنا غنام محمد اللي كان تألق مع منتخبنا الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، وكان متألق مع نادي الإنتاج الحربي، وضربة حرة حاليا لمصلحة نادي فيوتشر على مشارف منطقة جزاء البنك الأهلي. مين بيعرف يلعب الحاجات دي كويس؟ كريم نيدفيد يعرف يلعبها كويس، جوزيف جوناثان يعرف يلعبها كويس، وعندك برضو اللي بيلعب الحاجات دي كويس وكان ايام الاتحاد السكندري برضو بيعرف يشوطها كويس، كان محمود رزق على فكرة، كان مرة شاط فاول انا فاكر، كانت الكرة خطيرة. لكن شايف هنا برضو محمد فاروق، وهنا الحضر من احمد صبحي حارس المرمى عمال يتكلم مع سعيد صنبوري. محمد فاروق هو واقف على التنفيذ، واحمد صبحي بيتناقش معاهم. ترقب وحضر داخل منطقة الجزاء، شوف عمال بيتكلم وبيقول له يعني ركز وشوف. وضربة حرة وترقب وحضر من دفاع البنك الأهلي، هنشوفها تتنفذ ازاي. ومحمد فاروق واقف على التنفيذ وبجواره جوزيف جوناثان نجويم. وهنا محمد فاروق يلعب الكورة، غيرت اتجاهها في المرمى، غيرت اتجاهها في المرمى. الثالث من نصيب فيوتشر، محمد فاروق يسجل الهدف الثالث من ضربة حرة لكنها خبطت وغيرت اتجاهها، واصبح الهدف الثالث لمصلحة فيوتشر. 3-0 3-0. محمد فاروق لعبها ولكنها اصطدمت في حائط الصد وغيرت اتجاهها داخل المرمى. اهي الكوره، شوف جوناثان هوش، وهنا الكوره من محمد فاروق خبطت في مين بقى؟ خبطت في مين؟
خبطت في سعيدو سمبوري ولا رزاق سيسيف، واحد من الاثنين دول، في واحد من الاثنين دول، خبطت في سعيدو سمبوري وغيرت اتجاهها في المرمى عشان تبقى النتيجه 3 فيوتشر لا شيء. البنك الاهلي، اهي الكوره وهي في ركبه سعيدو سمبوري عشان تبقى النتيجه 3 لفيوتشر لا شيء البنك الاهلي. فيوتشر بخطى ثابته من اجل الصراع على الصداره.